انزل. واحد ياخد فترة لما ينزل. موضوع صعب. Good morning. بدي ارجع انا. صحوني على واقع افضل. بعد غياب طويل اذا كنتوا اول مره بتشوفوني انا اسمي ميرا. اشتركوا بالقناه ضغطوا على زر سبسكرايب احمر في هذا الفيديو. وهلا اصدقائي يلا نبلش مذاكره. حاليا عم بستعمل لمحاضراتي عشان افهم اشياء معينه موقع دكتور نجيب. بنصح بيه هالموقع هذا لكل الناس اللي بتدرس بالانجليزي. اكيد تعرفوا دكتور نجيب لانه كثير مشهور، فكثير بنصح بيه لطلاب الطب خاصة اللي بيدرسوا في روسيا، لانه بعرف الاساتذة ما عم يفهموا هون ولا شيء. حبيت اقولكم على هالشيء لانه انا حاليا كثير بستعمله وكثير عم يساعدني في الدراسة تبعي. بالنسبة لي افضل حدا بيشرح شفته في حياتي، سهل علي كثير اشياء وفهمني كثير اشياء انا كنت بشوف انها كثير صعبة. تشتركوا فيه مرة بس، انا تقريبا دفعت 8000 روبل لهالموقع هاد، ما بعرف قديش رح يكون سعره بالدولار، ولكن رح اكتب لكم هون السعر. ممكن فوق ال 100 دولار وشوي، ولكن الناس اللي ما بتقدر تدفع هيك مبلغ على موقع او بدها تتاكد انه هالشي ممكن يفيدها او لا، بنصحكم انكم تشوفوا قناته. وعنده قناه على اليوتيوب كمان بينزل فيها اشياء، ما بينزل فيها كل شيء ولكن بينزل فيها كمان اشياء كثيره راح تفيدكم. بحط لكم اللينك تحت الديسكربشن بوكس. ابدا هالشي منه دعايه، انا شفت شيء افادني بما اني عم احضر كمان لامتحان يو اس ام لي، فحسيت انه هالشي ممكن يفيد غيري فيه. اذا اي حد فيكم بيدرس انجليزي وشاف اليوتيوب تشانل تبع دكتور نجيب وعجبته بس ما عنده فلوس انه يشترك في الموقع، فرح اعطيك الحساب تبعي انا، فيك تقدر تفوت فيه اعطيك يعني الاكونت تبعي. هالشي رح اعطيه لشخص واحد فقط الصراحه، وشخص منكم انا بقدر اثق فيه لانه انا عندي ازمه ثقه، فبتمنى انه هالشي بقدر اساعد فيه ولو حدا فيكم انه بيستعمل حسابي. طيب بس حكينا كثير، يلا نرجع نذاكر يا اصدقائي. عمركم شفتوا شخص مجنون زيي عم باكل ايس كريم؟ شايفين الطقس في الثلج هاد؟ قلت بلكي تنشطني لانه عم يجيني النوم. تعرفوني انه انا اول شيء قبل شيء بفهم محاضراتي هو انه انا بشوف فيديو. صراحة طحت على هالدكتور هاد بيشرح بالعربي، فكرة اول مرة في حياتي احضر شخص بيشرح بالعربي، لكن ما شاء الله عليه يا جماعة عم يشرح كثير منيح. رح احط لكم اليوتيوب شانل وهذا الموقع تبعه، حاط فيديوهات مجانية بما فيهم الدرس اللي انا بدي اياه. ما بعرف مستغربة من حالي انه انا عم بحضر شيء بالعربي بنفس الوقت كثير عم بفهم عليه،
فبما اني ماني قادره انا كثير اركز فقلت انه بسمع من المحاضره. كمان فاتحه كذا محاضره اكيد بتعرفوا هاد، هاي من القنوات اللي انا كثير بحبها اللي هي نينجا نيرد ليكتشرز مع اكيد دكتور نجيب، وهيك بفهم الدرس بشكل عام وبعدين برجع للليكتشر تبعي. والله بدي انا هتقولوا لي انه صاحي هلا بدك تنامي، بس عن جد يا جماعه لازم اضغط على حالي اكثر من هيك لانه انا انسانه كسوله بس والله ذكي. شفتوا حدا يمدح حاله؟ بس عن جد انا عندي مخ يعني بس كسوله. ذكرني بعدين في التعليقات، ما بعرف كيف تذكرني بعدين في التعليقات، بس اتس اوكي عيشوا الدور معي انه ميرا احكي لنا على الكيس. في كيس صارت صراحه اثرت فيها لانه هاي الكيس هي تخص حدا من المحيط تبعي. الباشنت هاي للاسف انها منها موجوده حاليا الله يرحمها، فراح احكي لكم بعدين شو صاير معها، وراح اسالكم سؤال زي العاده وانتم بتجاوبوا عليه. اوكي، وهي هون التعليق تبع الفيديو الماضي. ثانك يو سو ماتش جايز. وهون راح احط هون ثلاث تعليقات ايجابيه، فاذا انت بدك كمان يظهر تعليقك في الفيديو الجاي اكتب لنا تحت تعليق. ستكوكس نمونيا، هذه البكتيريا صارت التهاب برئتي، رئه امتلأت بالمي ولمن رئتي ما صار عندها. هذه الحاله شو نسميها؟ فنتيليشن ديفكت. مع السلامه. لقيت حالي عم بكتب تعليق هون وراح اترك للدكتور تعليق لانه الصراحه كثير حبيت اليوتيوب شانل تبعه. لما ازهق من المذاكره شوف شو بسوي، بروح اشتري اشياء من الانترنت واخسر فلوس يعني. anyway طلبت عدسات لما بيوصلوني بفرجيكم اياهم بقول لكم رايي فيهم. في عنا باشنت اجت للهوسبيتال وكان عندها ستروك في الميدل سيريبرال ارتيري. طيب شو هي ستروك؟ ليش عم تتفلسفي بالانجلش؟ هي جلطة في الميدل سيريبرال ارتيري. هالارتيري هذا اللي هو الشريان صار له بلوك، ما عاد يضخ الدم، وطبعا الجلطة هي كانت جلطة دماغية لانه احنا عم نقول ميدل سيريبرال ارتيري، فصارت لها ستروك. مع العلم انه هاي الباشينت هاي من كم فترة بتعاني من سيفر تاكيكارديا. شو تعني؟ بمعنى انه كانت عندها نبضات قلب فوق 200 بيتس، يعني فوق 200 نبضة. بحاول احكي عربي فبتمنى انه ما عم خبص في الحكي عشان بس الناس تفهم انه هاي الباشينت هاي لما اجت للهوسبيتال زودوها بالدم. شو تتوقعوا سبب هالشي؟ رح احكي لكم اياه في الفيديو الجاي، بس بدي اخليكم انتم كمان تفكروا وتبحثوا. للاسف الشديد انه هاي الباشينت هاي فقدناها، بالرغم انه في الحاله تبعها هاي او في حاله هاي الانفاركشن امل انه الباشينت يتعافى احتماله كبير، يعني ما يقارب 72% من الناس يقدروا انهم هن يتشافوا من هالشيء. كمان شيء ثاني انه بعض الناس they lose some function، يعني ما بيقدر انه يحرك ممكن ايديه او ساقيه او ما بيقدر يحكي واشياء ثانية، والعلاج من هالشي ممكن ياخد اشهر وممكن ياخد سنوات زي ما حكينا كل شخص كيف بيتفاعل جسمه. بديكم بالديتيلز اللي انا عطيتكم اياها تفكروا شو هو السبب اللي ادى للجلطة اصلا، مع العلم انه الباشنت ما عندهاش اي مشاكل قلبية. واذا بدكم تفكروا في شي ففكروا في البلاد سيركيليشن ديزوردرز، يعني ما بعرف رح اكتب لكم هون الترجمة لاني ما بعرف بالعربي، ولكن تقريب اختلال سريان الدم او امتداد الدم، ما بعرف كاني جاوبتكم حسن جاوبتكم. شيء تابع للبلاد سيركيليشن ديزوردر. اوكي، بعرف على فكره انه هالفيديو هذا تسليكي كثير بعرف، ولكن ان شاء الله الفيديو اللي بعده راح يكون احلى، فليك بدي اياكم انتم تقرروا شو هو الفيديو الجاي يكون. هل بدكم اسبوع كامل بحياتي او بدكم تحدي ساعات كثيره دراسه؟ يوم كامل هيك باخذكم معي في تحدي هيك ساعات الماكسيموم اللي بقدر اذاكر فيه.
شو رايك اكتبوا لي تحت التعليقات. بما انه عم نحكي بدي اعترف لكم بشغله انه انا في هالفتره هاي من حياتي انا من سنوات دائما عم بختار اليوتيوب على اي شيء ثاني، ففي المرحله هاي من حياتي صراحه عم بختار الطب على اليوتيوب، فلهيك انا اول مره بتصير على فكره، فلهيك انا عم قلل من ظهوري شوي على السوشيال ميديا. ما بعرف كيف ممكن تمشي هالظروف اللي جاي او الايام الجاي، بدي اشتغل على حالي اكثر في المجال الطبي، قصدي انه بشتغل على مذاكرتي اكثر واركز في هالشيء اكثر واكثر لانه عم حبه عم بحس اني انا عم حبه، ما بعرف انا متخلفه صح. هيك بدي منكم انكم تشغلوا الجرس عشان ما يفوتكم ولا اي شيء، لانه اليوتيوب ما بيمشي بعدد السبسكرايبرز اللي عندي، يمشي بالناس اللي مشغله الجرس والناس اللي بتكون لويال لهي الشانل، اللي بتكون وفيه لهي القناه. فبتمنى انكم تنتبهوا انكم تكونوا مشغلين الجرس، واذا لقيتوا علامه هيك على الجرس يعني انتم ما كنتم مشغلين او انتم صار لكم فتره ما عم بتتابعوني فهو لغى الجرس، فلهيك انتبهوا انه تكون هيك شلطتين، عرفتوا شلطه هيك وهيك على الجرس. وبس قبل ما بروح بدي كمان منكم طلب تاني، طلبات كثروا. في بنت منكم، بنت بتشنن ما شاء الله عليها، هي بنت هي زي ما بنقول انها شاركت في مسابقه، من شروط هاي المسابقه تبعها انه تكتب تعليق، والتعليق اللي ياخذ اكثر عدد من اللايكات يعطوه أيقظ شهر كامل أو سنة كاملة بيكون السكن الجامعي الخاص بالمجان، لأنه بتعرفوا أوضاع كورونا حاليا فأغلبية السكن الحكومي ما عم يشتغل، فلهيك خلينا كلياتنا نفرحها ونخفف عليها كمان من المصاريف. كلياتكم تفوتوا على اللينك اللي رح خليه تحت في الديسكريبشن بوكس، كمان رح خليه في أول تعليق، إنكم كلكم تحطوا لايكات، خلينا كلياتنا نفرحها. ودائما تذكروا انه كل ما تسعدوا حدا او بتساعدوا حدا الله رح يسخر لكم ملايين من الناس تساعدكم، هاي قاعدة وعن جد قاعدة كتير صحيحة، مش رح ياخد ابدا من وقتك، كمان رح يكون تأثيره كثير كبير في نفسية حدا، فخلينا كلياتنا نكون يد واحدة ونساعد بعض. اوكي اوكي لا تنس ماشي. فاتت منكم مرة تانية على الفيديو التسليكي، عن جد حاسة الفيديو اليوم كتير تسليكي. أصدقائي أنا قررت هلا أطلع أتمشى شوي أغير جو، بإني حياتي كلها دراسة دراسة دراسة، فبستغل هالوقت هاد إنه على الأقل أتمشى فيه. بدي أفرجكم كمان الغابة اللي جنب بيتي، اكتشفت إنه إحنا نقدر نروح فيها، يعني إنه نقدر نتمشى لها. الستايل الغريب اللي أنا مسويه رغم إن الطقس على فكرة كتير بارد وثلج، بس أنا دايما بحب ألبس هيك. المهم بدون طول حكي يلا نطلع، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة تابعوني على الانستغرام. اوكي باي. سو جايز احنا هلا في المكان، شبه ضايعين عم نتش في المكان انا ورفيقي، هذاك رفيقي طب بعرفكم عليه بعدين. وانا خايفة انه هيك اتزحلق بتصير يدي ورجلي كلهم فوق. راحوا تركني، شايفين مفيش جنتلة في هالايام، فقدنا الجنتلة. او ماي جاد اجتمع يا ذكوري. فقدنا الجنتلة. لا 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 شوف شو يعمل، شوف شو يعمل، خلنا نضحك. لا ده ماسك للبشرة تمام، ده ما حسيتش فيه المسك حقير. سأنتقم والله انك حقير. شايفين جينا الى صحراء قاحلة، هل تعرفون من هو همترو؟ صديق حلو ظريف همترو. انزل، واحد بياخد فترة لما ينزل، موضوع صعب. ماليش امان، هو في حد له امان في الوقت ده؟ يلا الان سنذهب الى اين؟ البحيرة. ياس هيا بنا سيستون. انت بتكفر على ذنوبك يا ابني. جايز شفت كلب؟ ما خفتش تخيل، شو سويت؟ قولها شو سويت؟ الله اكبر. ها لا
الأذان بيأذن، شايف صوت الحق؟ يا ربي سامحني على الكلب، استغفر الله. ما جريتش صراحة ولا أي حاجة، هي وقفت الكلب. كل ساعة؟ الكلب هو اللي جري. شايف؟ شايف رجيت تف؟ شربكم أنا؟ ما بخافش خالص. إيه يعني إيه هو ده؟ ما نعرفهاش؟ نو؟ حبايبي هي بحيرة المفروض ولكن متجمدة. هي كلها بنايات سكنية. هل تفكروا في ما أفكر فيه؟ لا صراحة. سنفعله ما لا نفعله كل ليلة. سنحاول التزحلج في البركة. على فكرة هاد راح يصور معي فيديو على أساس إنه نروح للمستشفى وهيك، بس أجلناها بسبب الكورونا. والله في كلب سأنتقم. والله في كلب قدامك. انا ما بخافش، انا ما بخافش. انت شو بتحكي؟ يتميزوا حيوانة بتلان. اوه كلب عن جد، انا فكرتك عم تمزح.